ما خديت عوض ننسى الفيت في اليوم بنزل على الأرض بستر فيها. وإحنا عندنا أرض يعني الحمد لله رب العالمين تقريبا 10 دونمات يعني. المشكلة من المزبلة يعني بحرقوها ريحة مع الدخن مع الوسخ طبعا الدخن شغلات نفايات يعني بتخرب تخرب كثير على المواطنين في الأرض يعني على الجميع مش بس علي. يعني فيش هاي زرعت شوية ملوخية ولا استفدتش والله ولا نتفي جميع هيك باكل فيهن برمي فيهن يعني تخريب كثير. المزبلة بتخرب المجاري بتخرب كل شيء له دوره يعني مش مستفيدين شيء منها والله ما احنا مستفيدين. يعني حتى اللوز الاغلب بتلاقيه خربان يعني اذا ما برشوش اللي بيخرب اكثر من اللي بيبقى عليه منيح. بكل الواحد ما يرشش الارض الزريعه هسه صار يرشها يعني مرات بجوز ترش الاشي مرتين وما تستفيديش منه. يعني قبل بكال قبل المجار وقبل النفايات يعني بكينا النساء صار نستفيد من الارض اكثر فيش مخاسر عليها اشي خلص بس الواحد يزرعها حتى المي بكت كانوها تكناية مش على الكهرب ولا زي اليوم يعني كثير بكت تنتج والناس تستفيد منها. بس والله اليوم مخاسرها كثيرة المجاري والنفايات يعني مثل مخربة والله مخربة كثير. كنا عايشين في الواد في منطقة سلفيت. احنا في الوادي يعني كنا عايشين في دار مبلطة وكل اشي وجاهزة يعني. بس يعني الواحد خاف من كل هذا يعني ما بنشوف كل يوم والثالث ولد يعني مريض منها. واحد بروح على الدكتور بيقول له سبب الوادي كل اشي يعني من الوادي اللي قاعدين فيه. يعني احنا طلعنا يعني انا هسا عايشة في خلقة يعني تسوية اسمها وفيش يعني عندي دار زي هالناس ما هيش دار اللي قاعد فيها كله بسبب يعني اللي بصيبنا. عندي الولد اللي عمره هسا 7 سنين يعني كان عمره بجوز سنة صار يأزم. أنا ولدته في الواد كانتش يعني عندنا دار زي يعني أول إيش بنانها ولدته يعني وقعدت على الأرض يعني لا شبابيك ولا إشي. وأخذت على الدكتور لك عنده أزمة مأزم بتحسس يعني من أي روائح كن يعني وصل الموت. أخذت عطوا الكريم وحطوا له عن طريقة الوريد وإشي وقالوا بتظلها معه يعني الحمد لله في هاي السنة لحد الآن ما جاضش ابنه الحمد لله. يعني فيش هسه هاي من حد ما نكلت من الواد جيت هون ما جرتش من صدره كان النفس من بطنه يطلع